كلوديا، خلينا نكمل موضوعنا اللي كنا نتحدث به والأغنية طالعة. اللي هو موضوع الفوازير. الفوازير والسينما، أكيد تقدمت لك غير الدراما والعمل بالتلفزيون عروض للسينما. عروض للسينما تقدمت لي كثير، لكن أنا ماذا يجيني العرض اللي يناسبني أو اللي أنا أطمح له. ممكن العروض اللي دا تجيني حاليا ممكن أقبل بها كانت قبل سنتين ثلاثة، لكن الآن لا، ما أقدر. لازم أكون نوعية معينة من الأفلام اللي أنا يعني نوعية معينة أنا أختار تقتنعين بيها ودور معين يلا. نعم زين، بالنسبة للدراما العراقية وين كلوديا؟ كلوديا الآن مثلت وكلوديا تمتلك موهبة التمثيل والغناء وعراقية، الدراما العراقية وين دورها؟ ما تقدم لس؟ جاية وين يعني وصلت؟ يلا عرفينا. جاية قريبا، كثير من العروض اجتني من الدراما العراقية وعروض مهمة مع منتجين كبار ومع ناس مهمة، وكانوا مؤمنين هم أنا مؤمنين جدا بيا، وأدوار كلها بطولة الحمد لله. يعني تكلمت بنقطة أنا كثير أعتز بيها، لأنه ممكن هسا كلهم يسمعوني، فالحمد لله. لا أكو عروض وأكو أشياء جاية قريبا. ما اقتنعتي بشي يعني قريبا؟ أكثر من عمل من هنا أقول لك جاية. أكثر من عمل عندي عراقي إن شاء الله جاي إن شاء الله. زين بالنسبة للفوازير، بما أنه يعني بالأغاني إذا تقدمين استعراض. نعم. وإحنا شفنا يعني بالأغنية العراقية قدمتي الرقص اللي هو العراقي، بالأغاني المصرية قدمتي الرقص المصري، فأكيد غيرهم أكو. فبالنسبة للفوازير، فوازير إذا ما كانت الفكرة محبوكة وإذا ما كان يعني الإنتاج يقدم لي الفوازير، طبعا تحتاج انتاج عالي. بالضبط، يعني انا ما اقدر اجي اقدم الفوازير يكون بها يعني اكتفي انه اتفرج على نيلي وشريهان. لكن انا من اجي اقدم فوازير واحمل انه انا عراقيه اقدم فوازير، وهمنا انه استعراض، لانه انا من راح اقدم، ما راح اقدم انا اطلع، راح اقدم استعراض، راح اقدم حسب امكانيات صوتي اقدم هواية امور. فلازم يكون بها انتاج متوفر كبير، فيوم اللي يتوفر هذا الانتاج ويوم ان شاء الله اشتغله اكيد ان شاء الله. كلوديا خلينا نعرف بالنسبه للغناء، ارجع للغناء، شنو جديد كلوديا؟ جديدي عندي طبعا كانت فكرتي قبل 4 سنين انا وعلي صابر، 3 سنين انا ثلاثه مع الملحن علي صابر، انه نقدم البوم تراثي عبارة عن 15 أغنية، وبعدين هذا الألبوم يختصر إنه الأغاني منفردة كل واحدة لوحدها، وبعدين هذا الألبوم بدل ما نصور أغنيتين منا أو ثلاثة نصور مقاطع. كوكتيل مقاطع ناخذ من كل أغنية ونعمل كوكتيل. هم يسموه يمكن بلغة الفنانين المدلي، يسموه مدلي. المدلي نعم. مدلي. ونصوره إن شاء الله، راح يكون على يعني العيد بعد. يعني سجلتي كملتي تسجيل؟ يعني فاضل انه وصل لمصر، خلصنا كل التوزيع طبعا. لحد الان علي صابر واقف وياي غنى لي كل الاغاني بصوته، حتى انه انا شلون اغنيها بالضبط. وبعدين انزل صوتي ان شاء الله، يعني فتره تعرفين انه امتحانات شهر 5، بعدين الحمد لله انه جاي رمضان قريب بهذا الصيف، فبعد رمضان إذا الله خلانا طيبين وعلى العيد إن شاء الله أطرح ألبومي، على رأس السنة أطرح ألبومي المصري. يعني هذا الألبوم اللي هو عبارة عن 15 أغنية عراقية تراثية إن شاء الله على العيد. إن شاء الله إن شاء الله. وراح تصورين من عندها هذه المدلي؟ هذه هي الأغنية، لكن عبارة عن مقاطع من كل أغنية، مقطع يصيرون كوكتيل. فهي خلينا نقول ممكن بهذا الموضوع أقدم به لوحة فوازير بسيطة. ممكن أكيد، لأنه تختلف الأغنيات فتختلف الرقصات أيضا والاستعراضات. زين قررتي منه مخرج له بعد؟ لحد الآن بصراحة، لكن أكو مشاورات مع أكثر من مخرج لبناني، وبنفس الوقت في مخرج عراقي. عراقي هو يعني كلوديا أتصور، لأنه الأغنيات تراثية عراقية، يمكن المخرج العراقي يعني يطلعها بشكلها المناسب يعني أكثر. صح، همنا إذا أنا أعطيتها مثلا، إذا شركة إنتاج هي همنا ممكن هي تطرح لي علي 3 أو 4 أسماء، فما أقدر أطلع خارج هذا النطاق. فممكن يزعلون مني ناس، بس لكن هي هذه الحقيقة. أي صحيح، إنه شركة الإنتاج لازم. زين كلوديا خلينا نتحدث عن الألبوم اللي قلتي إن شاء الله على نهاية السنة.
المصري. المصري مصري أغاني مصرية فقط؟ مصري أي أغاني مصرية ولبنانية، لأنه ألبومي العراقي الخليجي راح ينزل مو هذا الصيف اللي بعده. أنا شغالة في ثلاث ألبومات، ثلاث ألبومات منفردة، فم يعني ما أعرف. فهذا التراثي كان صار لي فترة أشتغل بكل مرة أقول راح ينزل وما أنزل، المفروض كان ينزل من قبل سنة ونص. لكن أنا فترة انشغال وتمثيل ودخولي لأعمال ثانية وحفلات مدى أقدر كنت أتفرغ، لكن هذه الفترة أوعد جمهوري كله أنه هذه الفترة راح أخلصها إن شاء الله. زين كلوديا، بين التمثيل والغناء وين لقيتي كلوديا أكثر؟ الغناء. الغناء؟ زين أنت قبل، يعني قبل ما نطلع بالجو اتفقنا أنه ما راح تغنين بالجو، يعني ممكن أكسر هذا الموضوع؟ نكسر. إيه طبعاً. نكسر الاتفاق. نكسر الاتفاق. نكسر الاتفاق ونسمع منك شي أنت تحبي. نسمع أغنية هسه أنا دا حضرها من ضمن الألبوم، اللي هي أغنية تراثية لناظم الغزالي. وأنا هواية أحبها. طبعا ما راح أغنيها مثل علي صابر لأنه هو محترف. يا ابن الحمولة علي إيش بدلك، يا ابن الحمولة علي إيش بدلك، حسنك مرقيك لو عاد إلك، حسنك مرقيك لو عاد إلك، حسنك مصيبة سبت أهل البلد، حسنك مصيبة سبت أهل البلد. عالمودة تمشي شوية يا ولد، عالمودة تمشي شوية يا ولد. حلوة حلوة هاي. متطورة تقولي لي لا. أكيد حلوة، وهذه راح تكون من ضمن الأغنيات. نعم. الألبوم الأغنيات التراثية العراقية اللي راح تنزل إن شاء الله مثل ما وعدتكم كلوديا مشاهدينا. هذا الألبوم راح ينزل إن شاء الله. إن شاء الله على العيد. إن شاء الله. زين كلوديا، جربتي العمل بالإعلام؟ نعم. احكي لنا عن هذه التجربة. تعرفين أنا جربت مثلا مجالات كثيرة، جربت الموديلينج وجرب وأحبه لحد الآن، مع أنه أنا ما أقدر هسه مثلا أعرض أزياء مثل قبل. إيه. وأعشق هذه المهنة. والغناء احترفت الغناء والتمثيل وشوية الإعلام، مع أني بالرغم ما أحب هذا المجال كثير، مع احترامي لكل الإعلاميين، لكن ما أشوف نفسي به. أكثر عروض تجيني بالإعلام. إنه تعالي اشتغلي مذيعة، تعالي قدمي برامج. تجيني عروض بكثافة. يعني أنا قلت لك عندك حضور بالشاشة كلش حلو وشكلش حلو ما شاء الله. تسلمي لي. فأكيد تجيش عروض إعلام. جربتي خطي هذه التجربة، ناوية تكرريها لو لا؟ بصراحة لا. ليش؟ يعني شنو اللي ما حبيتي بالإعلام؟ بالعكس حلو، بحرية بتعبرين تطلعين نفسك. يعني ممكن هذا الكلام صح، لكن أنا ما أمتلك هذه القدرة. ناس كثير تقولي أنت جريئة، أنت تقدرين تحصرين يعني الضيف، تقدرين تتكلمين وياه، وبنفس الوقت حتى أنا شوية مشاكسة، ما كنت أسمع كلام المخرج. أسأل اللي أنا أريده اللي أنت تربيه. فهذا الشيء كان ينجحني، لكن أنا ما أشوف، يعني ما أقدر، ما أشوف. لكن هي تجربة استفدتي منها أكيد. هواية استفدت منها من زمان. طبعاً إحنا نوهنا بأنه تليفونات مفتوحة وناس تخاور وإحنا ماخذين راحتنا عشان نسولف. وكلوديا نهائي ما تعطين مجال للجمهور. ويانا أول اتصال ويانا هاجر. ألو هاجر. ألو هاجر. وينها هاجر؟ هاجرت. يمكن ملت، انتظرت هواية هاجر. يعني احنا جدا اسفين، ننتظرك تقدرين تتصلين بنا مرة ثانية. اوكي ماشي. علي باقر المخرج يقول عندنا اغنية تجافيني، خلي نشوفها ونرجع نكمل. يلا نشوفها. يلا تجافيني.